حلم انتظره أهالي سيدي بوزيد لمدة 56 سنة، حلم الصعود إلى الرابطة المحترفة لكرة القدم. تحقق ذلك من خلال انتصار الصعود الذي حققه أبناء حسن الجابسي أمام نظيرهم أمل حمام سوسة. ومع انتهاء اللقاء انطلقت الزغاريد والأفراح في كل معتمديات إجمودة، فرحة عجزت عن تحقيقها الثورة والسياسة والحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال، ووحدت ما صنعته السياسة من فرقة وضغينة. كل شيء أنه المستوى الفني والبدني والذهني لأولمبيك نجم أولمبيك سيدي بوزيد. اليوم حضرنا المباراة، يعني نعرفها مباراة صعيبة، نعرفها مباراة يعني مباراة كأس. صحيح الربع ساعة الأخرانية هي اللي عطت الفارق، والحمد لله يا ربي الأولاد كانوا حاضرين، خاصة نقولوا على المستوى الذهني. احنا رسمناه الشيء هذا من أول عام، ودليل اللي هي سيدي بوزيد في الرابطة الأولى. عاشت ربوع سيدي بوزيد نشوة الانتصار بعد معانقة حلم الصعود لأول مرة منذ تأسيس الفريق سنة 56، وقد تحقق هذا الحلم بفضل تكاثف جهود أبناء الجهة.